أهلا بيكم في قناة عالم الكوميديا، أجمل نكت 2020 عن البنات والجواز والزوجة التانية. واحدة اتصلت بجوزها بتسأله: اتأخرت ليه يا حبيبي؟ قال لها: معلش بتعشى عند ماما. قالت له: صحتين وعافية يا حبي، خلص عشاك وارجع بسرعة علشان أنا وأمك مستنيينك. اللهم فرج كربته، اللهم آنس وحشته، اللهم هون عليه، اللهم ثبته عند السؤال. واحدة سمعت إن جوزها عاوز يتجوز عليها، قامت سلقت 4 بيضات ولونت كل بيضة بلون وحطتهم له على العشاء. فجوزها بيقول لها: ليه الألوان الكتيرة دي يا وليه؟ إيه الفرق بينهم؟ ما كلهم زي بعض، ولا أنت اللي فاضية؟ قالت له: بس دوق وقولي إيه الفرق؟ أكلهم وقال لها: كلهم نفس الطعم. قالت له: شفت أهي الستات كده، بس الاختلاف في شوية ألوان خارجية. قال لها: فعلا تصدقي معاكي حق، بس عارفة أنا اكتشفت إيه كمان؟ قالت له: إيه يا حبيبي؟ قال لها: اكتشفت إن الواحد عمره ما هيشبع لما ياكل 4 بيضات. قالت له: منك لله يا بعيد، بوظت الخطة. أثبتت الدراسات أن الرجل يفقد 5 شعرات من رأسه بعد كل كذبة يكذبها على زوجته. وأنا بقول للرجالة: بتتجوز من هنا وتقرعي من هنا. واحد راح لأبوه بيقول له: يا بابا، أنا عاوز عروسة تكون مطيعة وهادية وعندها غمازات وطباخة ومدبرة بيت وملهاش طلبات وصبورة وخجولة وما بتزعلش. ألاقيها فين دي يا بابا؟ أبوه قال له: في جنة الخلد يا ابني. شكسبير بيقول إن في 3 حاجات بيقللوا من أنوثة المرأة: العناد والعصبية والصوت العالي. كويس إنه مات قبل ما يشوف القوات الخاصة اللي عندنا. واحد راح سأل أبوه قال له: إيه الفرق بين المخطوبة والمتجوزة يا بابا؟ قال له: المخطوبة يا ابني دايما بتدعي لجوزها وبتقول: اللهم لا تريني فيه بأس يبكيني يا الله. قال له: طب وبعد ما تتجوز؟ قال له: بتدعي برضه بس بتقول: اللهم أرني فيه عجائب قدرتك. واحد اسمه الحاج مسعود متجوز من 30 سنة وما مراته ماتت بسبب ان في كلب عضها. قعد زعلان عليها فتره كبيره جدا بسبب العشره. بعد سنه ولاده قالوا له: عاوزين نجوزك يا حاج. قال لهم: بعد امكم انا مستحيل اتجوز، لا والف لا. لكن هم فضلوا يلحوا عليه لغايه ما قبل، فجوزوه بنت جميله وصغيره. فالبنت دي اهتمت بيه ونسيته ونسيته حزنه على زوجته الاولانيه، وبقى فرحان وسعيد والابتسامه ما بتفرقش وشه. بعد 3 شهور قال لابنه الكبير: انا عايزك تذبح 5 خرفان، واحد وزعه لله على الفقراء والمساكين، والتاني قسمه على جيراننا، والتالت ليك انت واخواتك، والرابع اتعشى بيها انا والعروسه. وقام ساكت. فابنه بيساله: والخروف الخامس هنديه لمين يا حاج؟ قال له: والله يا ابني اديه للكلب اللي عض امك يتعشى بيه، يستاهل، كان عارف مصلحتك اكتر مني. دراسة أمريكية بتؤكد إن الراجل اللي مراته بتحضر له الفطار وبتبوسه قبل ما يخرج للعمل بيترزق بفلوس كتير. هو إحنا الفقر مسكنا من شوية؟ واحدة متجوزة جديد طلبت من حماتها تساعدها إزاي تعمل رز. حماتها قالت لها: أول حاجة حط 2 كوباية مية على النار. البنت فعلا حطتهم على النار وبعتت صورة واتساب لحماتها علشان تتأكد ان كل شيء تمام. ولو حماتها من بعد ما شافت الصورة بقالها اسبوع تقوم من في نص الليل من النوم لوحدها تزغرط وترجع تنام تاني. واحدة بتقول لحماتها: مش قاهرني غير ان جوزي مسافر لألمانيا عشان يتعالج، ايه السبب بقى ان هو كل شوية يقول لي بعتيلي صورتك مع ان الممرضات في ألمانيا كل واحدة فيهم اجمل من التانية؟ حماتها ردت عليها وقالت لها: مش يمكن عاوز يعرفهم ايه سبب المرض؟ واحد بيقول لمراته: معقول انت بتعيطي وانت بتقطعي البصل علشان تطبخي لي؟ لا يا حبيبتي، انا اعيش من غير اكل ولا ان انا اشوف دموعك دي. فبصت له بحب وحنان كده وقالت له: فكك من الحوارات الكذابه دي وهات لي راس توم
من اللي وراك دي وانكز عشان الحق اعمل لك طفحه تطفحه وانسى ان انا بعت ذهبي. دراسه بتقول ان طائر الهدهد بيموت بعد موت زوجته. طبعا احنا كلنا عارفين ان الهدهد اللي عندنا بيصبغ شعره وشنبه رابع يوم العزاء. واحده كده فالحه حبت تعمل نصحه فقامت عاطيه رقم تليفون جوزها لصاحبتها وقالت لها انا عايزاك تتصلي بيه وتعكسيه. فصاحبتها اتصلت بزوجها وقالت له انا معجبه بيك وعايز اتعرف عليك. فالزوج قال لها اخرصي انا عندي زوجه عندي بالدنيا كلها عمره فرط فيها ولا خونها ابدا. فالصديقه دي انصدمت والزوجه انصدمت والتليفون انصدم وشركات المحموله انصدمت حتى المتجسسون والقارئون لهذا الخبر انصدموا كلهم. فالزوجة حلفت انها متعملهاش مرة تانية. لكن بعد ثواني قليلة اتصل الزوج على صديقتها وقال لها اسف بس كان اخو مراتي قاعد معايا تحب نتقابل امتى؟ واحد راح جرى على ابوه قال له بابا بابا ماما سخنة وزورها بيوجعها. فابوه قال له يظهر يا واد ان فرجه بقى قريب. هل تعلم ان مجموع خلايا مخ المرأة 12 مليون خلية لا يعمل منهم فقط سوى خليتان خلية النكد وخلية تاكل ايه بكرة؟ تحت المكياج الخادع يوجد اما قمر ساطع او نوع من انواع الضفادع. انت وحظك امسح واربح. في حامة حبت تعمل اختبار لجواز بناتها الثلاثة. نزلت مع الاولاني البحر عملت نفسها هتغرق ام انقذها. في اليوم الثاني لقى قدام باب بيته عربيه مرسيدس مكتوب عليها هديه من حماتك. تاني يوم نزلت مع الثاني وعملت نفسها غرقانه ام انقذها. صحى من النوم لقى قدام باب بيته عربيه مرسيدس مكتوب عليها هديه من حماتك. لما جيت دور على الثالث بقى حصلت معاه نفس الموضوع. نزلت البحر جت تعمل نفسها غرقانه غرقت فعلا ما انقذهاش. ويس بي يتفاجأ في اليوم التاني بعربية فيراري قدام البيت ومكتوب عليها هدية من حماك. زوج حب يحسس زوجته بالرومانسية مسك ايده وقال لها ايه رأيك لما نرجع زي زمان؟ قالت له يا ريت يا حبيبي. ازاي؟ قال لها لا اعرفك ولا تعرفين. واحد راح للدكتور عمل غسيل مخ ومسح كل اللي في ذاكرته. بعد ما خلص العملية والراجل فاق الدكتور بيسأله انت فاكر حاجة؟ قال له مش فاكر اي حاجة يا دكتور غير اسم مراتي. الدكتور قال له للأسف يا ابني ده فيروس ما قدرناش نمسحه. ما تنسوش تتابعونا على القناة علشان تشوفوا نكت حديثة كل يوم مع قناة عالم الكوميديا والغرائب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.